السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف النهاردة في الفيديو القصير ده ازاي بنوصل لصفحات عدايات التدريس من غير ما نكتب العنوان فوق. لو كتبنا هنا في الجوجل جامعة القصيم صفحات أعضاء هيئة التدريس وبندوس انتر، هنلاقي زي ما حضراتكم شايفين بيطلع البحث الابجدي بالاعضاء الى اخره. لو ضغطنا على اول اختيار هنا بينقلنا على الصفحة الخاصة باعضاء التدريس، اهو زي ما احنا شايفين. يبقى دي صفحة اعضاء التدريس اللي قدام حضراتكم دي، والشاشة فيها كالاتي. هنا على اليمين فوق خالص ده زر او المكان اللي ممكن بنضغط عليه ونبتدي نسجل دخولنا باليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد بتوعنا هم اللي بنستخدمهم في الدخول للموقع عشان نشوف الجداول بتاعتنا ورصد الدرجات الى اخره، وده البريد الالكتروني هنيجي ليه وقتها. الى باقي الحاجه اللي موجوده فوق طبعا ده اتصل بنا لو في اي مشكله او حاجه، بنتصل بالدعم الفني بتاع الجامعه. هنا بنلاقي الرئيسية، هنا بنلاقي دليل المستخدم، ودي حاجة مهمة جدا. دي الصفحة الرئيسية اللي احنا واقفين فيها دلوقتي، ده دليل المستخدم اهو. لو انا هفتحه في صفحة تانية جانبية ضغط بالزر الايمن، وده افضل بالزر الايمن، بتطلع لي قائمة بختار فتح open a new tab او بيفتح في شريط جديد بالشكل ده اهو. ده الدليل اللي هو طريقة الاستخدام. عندي هنا الزر ده عشان اقلب الدليل بتاعي للصفحات المختلفة زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، او ان بضغط على الزر الايسر ده فبيديني الكونتنت او المحتوى هنا، التنبيهات الضرورية يعني بيديني الافتتاحية اهي، بيديني الفهرس الصفحة التانية بتاعته الى اخره بالشكل ده. لو بصينا للفهرس اللي موجود معانا هنلاقي من بداية الصفحات تسجيل الدخول، مفاهيم عامة، طريقة السحب، الإيداع، التحريك، كل المصطلحات دي هتتعرف بعد كده يعني. وآدي كله بالتفصيل من إضافة المقرر بتاعنا، إضافة المحتوى العلمي إلى آخره بالشكل ده. هنرجع للصفحة بتاعتنا الأول عشان نعرف بس الصفحة بتاعتنا فين. طيب طريقة البحث اللي يهمنا هنا على اليمين في بحث أبجدي اللي موجود قدام حضراتكم ده بالحرف، وطبعا ده هيطول، في بحث عام، في بحث بالكلية، في بحث بالتخصص إلى آخره، وطبعا ده نفس الدليل اللي موجود فوق هنا. البحث الأبجدي ده اللي قدامنا، البحث العام لو ضغطنا عليه بالشكل ده بنكتب الاسم مباشرة على طول، وهكتب أهو لو أنا كتبت بالشكل ده، مع الأخذ في الاعتبار إن البيانات اللي هتلاقوها في صفحاتكم هتلاقوا فيها بعض الأخطاء، ممكن تبقى الجنسية مختلفة، التخصص، الاسم مش كامل، الدرجة العلمية إلى آخره، لكن ده المهم هيبقى اسم حضرتك موجود والتصحيح أو حاجة زي كده بيبقى عن طريق الاتصال بموقع الجامعة يعني. علاء الدين أحمد فتحي أهو. طبعا كل ما نكتب الاسم بالكامل هيبقى أسهل بحث بالشكل ده اهو. هنلاقي اتنين زي ما حضراتكم شايفين كده، في اتنين يعني، في معرفش ده شخص تاني ولا انا مدخليني بنفس كده الى اخره، لكن انا الاسم بتاعي كامل اهو. بنلاقي اسمنا، هنلاقي الدرجة مختلفة مش مظبوطة، القسم مش مظبوط الى اخر الكلام ده كله، فبنضغط على الاسم، انا عارف ان هو ده اللي شغال اهو. بنبتدي نخش، كل واحد بيخش على صفحته بالشكل ده. قلت لكم زي ما قلت لحضراتكم الدرجه العلميه مش مظبوطه، طبعا درجه استاذ، هنا مكتوب استاذ مساعد، ما فيش مشكله، دي بتتصلح بعد كده مع اتصال بالجامعه، وطبعا كاتبين قسم احياء، كاتبين بعض البيانات اللي مش مظبوطه. دي الصفحه اللي هي بالشكل ده كده. طيب اللي يهمنا بعد كده في الصفحه دي ان عن الاستاذ، دي الرئيسيه اهي، دي هنا الصفحة، الواجهة دي كأنها زي واجهة الجامعة يعني، أو زي واجهة الكلية. اللي عايز يرفع صورة بيرفع صورة، اللي عايز بيحط، هنعرف الكلام ده كله بيتعمل ازاي بس في فيديوهات قادمة. يبقى دي طريقة الدخول. عن الأستاذ الصفحة التانية بيجيب كل واحد الاسم بالكامل، الدرجة العلمية، احنا اتفقنا خلاص الساعات المكتبية المحطوط ده دي حاجات تجريبية يعني الجامعة هي اللي حطاها. بتلاقي بعد كده الايميل بتاع حضرتك، بتلاقي رقم التليفون، طبعا كل البيانات دي مش مظبوطه مش بتاعتي اساسا يعني.
فكل واحد هيصلح البيانات بتاعته، وهنعرف ازاي بيكتب رقم التليفون الموبايل، التليفون الثابت اذا كان فيه فاكس، التويتر، ده الموقع بقى ده المهم جدا. بعد ما الواحد بيرفع المقررات بتاعته الى اخره، ده بيبقى العنوان بتاعه، والعنوان بتاعه ده بيبقى شامل فيه الرقم الوظيفي بتاعه، الرقم الوظيفي بيبقى موجود زي ما انا بعت مع حضراتكم الورق ده، موقع الفيسبوك، ده اليوتيوب اذا كان حد ليه قناه، الى اخر هذه الامور. وطبعا هنا لو عايز يرفع السيره الذاتيه، بنيجي للتدريس بالشكل ده اللي هو اهي، هنا انا ضغطت عليها هنا، بيدي لحضراتكم كل واحد هيضغط هيطلع له المواد او الجدول بتاعه، المواد اللي بيدرسها. لو ضغطت طبعا هنا في علامه زائد معناها ان في حاجه تانية تحت من الكلام ده، لو انا ضغطت كده فبيدي رمز المقرر، عدد الساعات، بيدرس لاني مستوى او انهي درجه، نوع المقرر الى اخره. الاثنين دول بقى هم اللي بيبتدوا منهم، بنبتدي نحط المحتوى بتاعنا الى اخر هذه الامور، وطبعا ده هنعرفه بعد كده تفصيليا يعني. بعد كده في خدمه المجتمع والبحث العلمي، هنجي لهم بعدين، لكن احنا اللي يهمنا هنا كله اللي هو تفعيل الصفحه نفسها عشان المقررات. هنلاقي هنا مفردات المقرر، لو انا ضغطت على مفردات المقرر هنلاقي ان الموقع لسه مش موجود، فالواحد لازم بينشئ موقعه في الاول. لما بقول انشاء موقعي بيديني الصفحه دي، ويبتدي نحط البيانات اللي هنا. الحقيقه واضح ان انا في مشكله. قبل ما نحس بس للبيانات وللمشكله الصغيره اللي هقول لحضرتك اللي قابلتني انا شخصيا، ما اعرفش يعني، ربما يمكن عشان لازم اخش من موقع الكليه داخل الجامعه، مش عارف يعني، بعت لهم رساله وهنحاول نتواصل نشوف المشكله دي حلها ايه. ايه هي المشكله؟ لما دخلت البيانات الرقم الوظيفي والبريد الالكتروني وكلمه المرور ما بيتنقلش من الصفحه دي. جربت اخش من هنا الاول برضو نفس المشكله، فبعت لهم بحيث نشوف اذا كان في حاجه بتتفعل او الى اخره. الدليل اللي انا وريته لحضراتكم في الاول ده ممكن تحمله من هنا، يعني لو انا ضغطت هنا اهو، اهو انا عندي طبعا في خاصيه، طبعا مش شرط نفس الرساله تطلع عند حضراتكم، لكن المهم هتطلع رساله ان بقدر احفظ الدليل بالشكل ده، اهو بيبتدي ينزل. لو انا هو خلاص اتحمل، لو انا فتحته بالشكل ده هو عباره عن نسخه من البي دي اف بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي، اهو طبعا اهو اهو ده الدليل، عبارة عن 50 صفحة زي ما قلت لحضراتكم، 50 صفحة بس هيبقى عند حضرتك الدليل موجود بالشكل ده اهو، تقدر حضرتك تتصفح زي ما انت عايز بالشكل ده، تقدر تتصفح الدليل، تفتح اي موجود اهو. وهنا الشرح بالتفصيل، الشرح ده سوف يغني عن اي شيء. طبعا هنحاول نعمل الكلام ده تطبيقيا فيديو للناس اللي حابه الفيديو، لكن انا شايف ان الدليل في كل حاجة تفصيليا اهو، من اول ازاي الكتابه للتدقيق الاملائي، كل حاجه تفصيليا تفصيليا موجوده بالشكل ده خطوه خطوه. فالدليل ده رائع، وانصح ان كل واحد يحتفظ بنسخه منه، لو طبعه طبعا يبقى خير وبركه، عايز يحتفظ بيه بي دي اف قدامه يبقى ما فيش اي مشكله، يبقى ادي النسخه بتاعه البي دي اف وهنصغرها كده بالشكل ده اهو. وهنرجع للصفحه بتاعتنا هنا، وهنتوقف عند هذا القدر لغايه هنا، لغايه لما نجرب كلنا في الكليه، لو حد معاه انترنت يجرب الكلام ده ويبتدي يدخل ويشوف هل هيفتح ولا لا الموقع بتاعه، ونتوقف عند هذا القدر.